ربنا يرحم الشباب ويخلينا رئيس الجمهورية حسني مبارك اللي رفع راسنا وخلاها فوق. فرح 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 100 مرة 100 مرة. احلى سلام للنقطة اللي جاية. احلى سلام للاستاذ جابر وتحيته. سلام للاستاذ جابر وتحيته. واحد جوزها اولا واخيرا. الراجل في شغله مليان مشاكل والبيت ده هو الاستقرار والراحه الكامله. لما اجي في البيت وماليش راحته يبقى هتجوز 10 مش واحده، لان هي المطلوب منها خدمه الراجل. يعني شوف انت المراه اليابانيه بتعمل ايه في الراجل. اول ما بتقابله بتقلعه الجزمه وبتفضل واقفه له زي العسكره، بتمثل المراه كما انزلت. انما المراه المصريه اللي هي المتخلفه متخلفه خالص. الإنسان المصري جواه تخلف 7000 سنة، فمهما تبنى من أفكار جديدة ما بيقدرش يعني بيحب البني آدم اللي تابع ليه يعني طول أمين يعني، لكن ما يفضلش المرأة اللي تجادله ما تريحوش. ممكن تريحه كصديقة لكن ما تريحوش كزوجة يعني. هو تعود على إنه تربى من صغره لأن هو الراجل. سميحة قد ايه عمرك؟ 30 سنة. ممكن اعرف ليه ما اتزوجتي لهلا؟ اسباب عدم جوازي ممكن تبقى اسباب خاصة بيا واسباب خاصة بالمحيطين بيا، العلاقات اللي انا بتعامل معاها يعني. ممكن يبقى ما فيش حد منهم اقدر ارتبط بيه، ممكن يبقى في شروط خاصة بيا ما توفرتش فيهم، ممكن لان شخصيتي ممكن تبقى قويه والراجل المصري عموما ما بيحبش المساله ديت. جون قد ايه عمرك؟ 35 سنة ونص. طب 35 سنة لرجل شرقي غير متزوج. دي حاجه غريبه بالنسبه لمصر في السنين الاخيره. الاسعار تضاعفت ضعفت عشرات الأضعاف، وقد سبقني القطار. كان الزمن أقوى مني،
كنت معتمد دايما ان الامل هيجي في اي لحظه في اي لحظه يعني ايه، ولكن السنين الاخيره الحاجه بتغلى بتاع 10 ف ها عايشين يعني نحن احياء نرزق هم احياء عند ربهم يرزقون. حاسس العزوبيه دي نوع من العذاب يعني ما يحسش فيه الا اللي مر بيه. ممكن تختصر لي بكلمات حياه العزوبيه شو بتعني جو؟ حياه العزوبيه الراجل طبعا ملوش ميول لاعمال البيت اعمال حاجه البيت يعني كالمراه. الجنس متوفر شيء بحياه العزوبيه جو؟ لا طبعا غير متوفر لان احنا في مجتمع شرقي ليه عاداته وتقاليده القديمه. ان احنا ايه بنقفل يعني بنقفل على بعضينا بقدر الامكان دي عادات يعني عندنا بالتالي بيكون اثارها سيئه. ايوه عدم ممارسه الجنس طبعا دي شغلانه يعني. يعني مثلا شو بتعمل عدم ممارسه الجنس؟ عذاب دائم واشتياق للطرف الاخر ليلا نهارا. واعتقد يعني ده كلام ما فيهوش بالنسبة لموضوع العذرية طبعا البنت هي اللي بتتحمل النتائج يعني عادة في الحالات اللي زي ديت بتبقى البنت هي اللي بتعمل دوت وفي نفس الوقت بتخفيه عن كل حد يعني عن حتى أقرب الناس ليها يعني ممكن تحب ونتيجة حبها دوت ممكن اللي عاملة معاها علاقة يضحك عليها فتفقد عذريتها فطبعا ده في إدانة شديدة ليها من خلال المجتمع من خلال أسرتها نفسها يعني من خلال الراجل نفسه اللي عملت معاه دوت يعني ففي الحالات دي بنلاقي عديد من الأمثلة يعني ممكن يأثر على زواجها؟ هو بيأثر لو الراجل يعرف ده اللي هيجوزها بعد كده يعرف ده لكن في عديد من العمليات اللي ممكن تجرى تحس ان البنت تركب غشاء تاني يعني يبين قدام جوزها التاني انها محدش لمسها قبليها. طيب انت مستعده تلجئي لهيك حل؟ لان انا اعمل عمليه يعني؟ اكيد لا. نادية جندي فنانة مصرية حققت جزء من ذاتها ولسه أمامها طريق طويل لتحقيق المزيد
من أحلامها. من طفولتي كان واضح قوي إن أنا فيا موهبة فنية. كنت وأنا صغيرة أقعد أقلد المطربين والمطربات لما ماما تخرج وتسيب البيت وكده، كنت أقعد أقلد. فكانوا بيقولوا إن يعني فعلا دي البنت دي باين عليها هتطلع أما تكبر ممثلة، باين عليها غاوية تغني وترقص بجنون. يعني أعبد الغنى والرقص والتمثيل وأقلد التقليد، أقلد بطريقة فظيعة وأنا صغيرة. أنا مفهومي للإغراء يختلف تماما. مش لازم الإغراء إن أنا يعني أعري رجلي عشان يبقى ده إغراء. ممكن أنا أعمل إغراء بنظرة تدي تأثير أكتر من لو لبست مثلا مايو أو لو لبست فستان مفتوح. ممكن أعمل مشهد بشفايفي ببقي يوحي بأنوثة أخطر من لو لبست فستان مفتوح. فأنا مفهومي للأنوثة وللإغراء في أدواري بتختلف تماما عن الإغراء اللي تعودناه في السينما الأمريكية زمان. ده اللي بيعجب كافة الأذواق والطبقات. ده بقى من الموضوعات اللي فعلا بيمس البيئة المصرية قوي الشعبية. فشخصية خدامة بسيطة جدا تسلقت الى اسرة غنية، والاسرة دي فيها ام وولد وحيد. فالبنت اللي شغالة دي استطاعت انها تأثر في الولد ده تأثير فظيع، وبيتجوزها وبتسيطر على البيت وعلى القصر وعلى الشركة وعلى كل حاجة. شخصية ظريفة جدا وهتمس كل قلب ام وكل اسرة، يعني شخصية جديدة بالنسبة لي. لما تزوجتي أول مرة كنت بتعرفي شيء عن موضوع الزواج؟ اه بس بتقول يعني كنتي فاهمة الزواج كيف بيصير؟ أنا جوز أنا؟ مش قوي يعني، هو بس كان بيرشدني كده عشان بالنسبة هو كان كبير عني شوي. بتاع 30 كده 35 وانا كنت صغيره خالص. انا يعني كنت بمشي كانوا مفتكرين اخت او اي او بنت وانا ماشيه معاه. هو كان بقى يفهمني ده كذا وده كذا دخلنا كده يعني ما خدش بمنديل ولا حاجه، بحجره كده مش بمنديل ولا حاجه. عشان لما جم الناس اتلموا علينا انا خفت بقى، ما خفت قمت اجري من معاهم. قال لا طب سيبونا بقى احنا ايه براحتنا، ما دخلناش يعني زي اختي ما دخلت كده الناس مسكوها. لا احنا كده دخلنا كده عادي انا وهو، يعني ما حدش كان معانا الا انا وهو بس. قد ايه كان عمرك وقتها؟ كانت لسه ما جاتش، كانت لسه ما جاتني بعد ما اتجوزت. اتجوزنا على حب وكنا بس بقى هو ما ريحش بقى، كان غشاش وما بيمشي مع النسوان بره، بقى يمثل بقى والتمثيل بقى بناخد منه الفلوس وراح سيبني وماشي. انت زوجك الاول تركتيه ببساطه ولا بصعوبه؟ لا بصعوبه،
ورق في المحاكم وده وده ولما ضرب قال لي تتنازل عن كل قلت له هتنازل عن كل حاجه مش عايز بعد ما عذبني عذاب وحش قوي بقى قال اه روحي بقى اشتغل طب ما انا كنت معاك شغال هو انا ما كنتش معاك شغاله طب ما كده هشتغل وكده هشتغل يبقى شغل انا على نفسي انا والعيال احسن بدل ما بشتغل وانت بتاخدهم وبتصرفهم بره لا احنا نشتغل واصرف على العيال احسن كان ممكن اكون انا 4 سنين معلقه ومكرهه ومجبره ان انا اعيش انا معرضه بكره الصبح ما احبش جوزي تطرق اسباب نفسيه بدون لا يضربني ولا يهني ولا يسبني ولا اي حاجه لاسباب نفسيه كرهته لواقعه ممكن انها تتصلح لكن انا نفسيا شايفه انها مش هتتصلح هل ده مش موجب ان انا اطلب الطلاق انا يكفي ان انا اروح لجوزي اقول له كره العيشه معاك مش مطلوب مني اقدم مبرر مش مطلوب انا لما اعيش النهارده يوم ليله مع انسان وانا كارهه ده ممكن اعمل ايه اسمي فتحيه فتحي شلبي عمري 37 سنه متزوجه سنه 69 اتخرجت من الجامعه في نفس السنه درست الحقوق مارست العمل بالمحاماه من سنه 70 لغايه النهارده ما اخترتش مهنه المحاماه كنت في سن وفي خبرة وفي تجربة لا تسمح بالاختيار البنت كانت بتتعلم لأن كل الناس لازم تتعلم وتروح المدرسة الاختيار كان لوالدي لأنه كان حلم من أحلام حياته أنه يشوف حد من ولاده صاحب مهنة مهنة مرموقة ارتبطت بمنير في سن 17 سنة عاطفيا اتجوزنا في سن 20 الثلاث سنين كان المفروض يكونوا كافيين للحكم على الشخصية اللي برتبط بيها لكن في غيبة الوعي وعي البنت اللي نشأة في أسرة متواضعة واللي تجربتها محدودة واللي تكاد تكون فتحت على هذه التجربة الرئيسية يعني من يوم البنت ما بتتولد بتهيأ نفسيا انها تتجوز لما انتقلت للبيت الزوجية صورت كل مشاكل الدنيا اتحلت لان انا قلت حتى المشكلة العاطفية ما هياش ظاهرة في حياتي قوي ان انا كل احتياجاتي للامان والقيادة القيادة اتنقلت من الاسرة للزوج في خلال المعايشة حسيت ان انا سجينة للتراث او لمجموعة السلوك اللي انا اتربيت فيها اتربيت على ان الكلام في الجزئية دي محرم وعيب ومدان فحتى وانا بتجوز وحتى ان كان في امان شديد بيني وبين جوزي في العلاقة انما حتى ده ما كانش مسموح ليا جوه نفسي ان انا اطرحه حتى مع جوزي كانت بتتم العلاقة بنفس الانغلاق وبنفس الخوف وبنفس الغموض طيب كيف كان رد فعل منير تجاهك؟ كان رده ان المهم ان في الشكل الرومانسي الظريف اللي انت محتاجاه انا موفره وان الثقافة الجنسية بين الرجل والمرأة مع الممارسة والاستمرار بتجدد نفسها وبتطور نفسها وبتصلح نفسها كان هنا توجيهه بعتقد انه كان ناقص او مبطور لان كان لازم يدعم ببعض الكتب ببعض حتى لو يعني مش عارفة انما ما ادانيش برضو رد كامل لأسئلتي طيب فكرتي تعملي علاقة تانية تقدري تحصلي منها على المعلومات هي؟ لا غير مطروح بالنسبة لي إطلاقا
جون، عم تفكر بالزواج؟ طبعا انا شابك وكاتب، بس مستني الظروف السعيده اللي اكمل بيها مشواري. ليه بديت مشوار؟ بديت المشوار شبكته وكتبته من سنه ونص، ولكن مش عارف اتمه. ليش؟ ما جمعت نفسي لسه، ما جمعت المطلوب. مطلوب شقة موضبة توضيب معين وفيها أوض معينة، مش يعني أوض فخفخة ولا حاجة، لا، بس أنا لسه ما قوتش عليها، منتظر عمل آخر جنب عملي يساعدني في إنجاز المهمة في وقت قصير. إنما لو كنت على موظف الحكومة، على مرتب الحكومة، وإن مرتبي لا يرتع منزلا. يعني فلوسي اللي انا بقبضها من الحكومه ما تفتحش بالشاويش. خطيبتك من اسره محافظه جون؟ ابوها يطلق عليه شيخ المخبرين، مخبر كبير، ارسلوا بين شارلوك هولمز. راجل محافظ جدا يعني. محافظ جدا وناصح نبيه واعي. لهالدرجه خطير؟ اقول لك، انا مثلا بنته لما بتيجي تديني القله يبقى مثلا ايه، مش باصلنا فجاه، يا بص لها يا بص لي بشكل مفاجئ، مباغت جدا. طريقه بوليسيه يعني، اللي هو بيتعامل فيها البوليس مع المجرم، ما يبص في المجرم على غفله، مش واخد بالك؟ ممكن يعاتب بنته بعديها على جنب. ان انا ما احبش المسائل دي، ما احبش التطولات دي يعني. ها؟ او بالنسبه لمساله الطهاره، ان احنا في القاهره او في مصر يعني بنسميها طهاره مش ختان، دي بتبقى عمليه اساسيه للبنت من سن 4 سنين، بعد ما قبل ما تخش المدرسة، 4 سنين 5 سنين لازم تتم عملية الختان الطهارة ديت، على أساس إن في أفكار سايدة بإن البنت لو تسابت من غير ختان ده بيخلي الحاسة الجنسية عندها عالية، فممكن يعرضها للأخطار يعني، متقدرش تتكتم في حاستها الجنسية، فممكن تقابل أي حد فتفقد عذريتها يعني. انا ما اتجوزش عن حب، لان الجوازه الاولانيه جوزتها لامي يعني، عن طريقه يعني، عن قرايبها وبتاع، وهي اللي اختارتها لي، وبعدين انا ما رضيتش طبعا اخالف امي في الموضوع، على ان هي خلاص امي صورتها لي انها ست، وفعلا كان حسن الاختيار يعني، كانت ممتازه 100%. انما 16 سنه بدت بقى في السنتين ثلاثه الاخاره انا مش مستريح نفسي. طيب اذا خيروك بين امك وزوجتك مين تختار؟ ده اذبح امي وولادي، أذبح مراتي وولادي.
رجله تحت رجل امي كده. انا امي هي اللي عملتني مش مراتي. مراتي خدتني بيضه مقشره من امي. يبقى ازاي تقارني بين امي وبين مراتي؟ تيجي ازاي؟ واحده خدتني جاهز وبكسب وفي جيبي ميات الجنيهات وفاتح لها شقه ثلاث مطارح واثنين تلفزيون وتلاجه واثنين مسجل واثنين مروحه وعامل لها شقه كامله من جميع. وامي ما استفادتش مني واحد في المليون. وهي اللي عملها امي مش مراتي. مشكلة الزواج أمام المغالاة في المهور زي ما قلت. الشاب النهارده بيجد نفسه قدام أمرين، يا يسافر بره عشان يقدر يكون نفسه، يا إذا كان شاب مؤمن يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بالصبر والصوم. فإن الصوم أثبت الطب الحديث إن هو أسلم وسيلة لعلاج غريزة الشهوة، ولذلك كان ثواب الصوم ثوابا عظيما ليس لأحد أن يجازيه إلا الله سبحانه. الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في الزمن ده بقول إن المادة أصبحت عصب الحياة، فكما قال الماديون معك قرش تساوي قرش، ليس معك شيء لا تساوي شيء. فسيطرت المادة سيطرة كاملة على الروح، يعني أصبح المجتمع كله بتتحكم فيه المادة، وبالتالي أصبح من الصعب حالة الإصلاح، لأن الإصلاح لا يتأتى إلا إذا كانت الروح أي الدين مسيطر على نفوس الناس. وإذا سيطرت الروح على نفوس الناس بإذن الله سينتصر الدين وسيعود للشاب المسلم ما أراد ويحقق ما يريده بإذن الله. أنا اتزوجت مرتين والزوجتين انتهوا بالطلاق، مش لأسباب خاصة ولكن لأسباب عامة، لأن أنا كان ليا وضع سياسي مضطهد. العالم الخارجي بقى يأذيني كتير بصفتي كاتبة وحساسة،
فعالمي كله بيدور في ماذا يمكن أن أفيد للحركة الإسلامية في العالم كله من خلال ألمي ومن خلال تأييدي أو رفضي أو موقفي. من منطلق إسلامي بحت، وأنا هتكلم عن تجربتي الشخصية، الإسلام ما فيهوش حكاية امرأة ورجل ومطالبة بحقوق منفردة أو منقسمة. الإسلام بينظر للكون نظرة كلية وبينظر للإنسان نظرة كلية، وهو ضد الظلم، سواء كان ظلم واقع على رجل، واقع على مرأة، واقع على طفل، واقع على شيخ. في ظروف بلدنا إحنا في مظالم كثيرة وقعت على الإنسان المسلم من قبل مصادر عديدة. وقفتي أنا كمسلمة مثقفة عاشت فترة طويلة في الغرب، أنا عشت 6 سنوات في أمريكا من سنة 60 ل 66، وأنا سافرت أمريكا وأنا مستلبة تماما إلى الغرب، بحب الغرب، مثلي الأعلى هو إن أنا يبقى شكلي اللي بيسموها المرأة العالمية. كنت بتصور ان انا كل ما بقاش في فرق بين شكلي وشكل الامريكيه او الاوروبيه كان ده يبقى تحقيق نجاح لي. عودتي الى ثقافتي بدات عندما بدات اقرا، ففوجئت ان انا مسروقه من نفسي، وفوجئت ان انا خلفي كنز عظيم انا ادير له ظهري في سبيل اشياء لن اطلها، لان انا مهما حاولت اكون امريكيه انا مش امريكيه، مهما حاولت أكون غربية أكون سوفيتية أنا لا غربية ولا أنا سوفيتية، ولكني سأظل على طول طبقة خارجية تعزل نفسها بإرادتها عن مجتمعها. الغرب دائما يكرر الدعوة وحب للديمقراطية وتقبله للاختلاف، الاختلاف الشكل واختلاف المضمون. إذن هو مفروض يقبلني أكتر عندما أعود إلى مصادري الحقيقية. يا سابل الستر استرها ما تفضحهاش، ولغيرك انت ابدا ما تحوجناش، والحق يعلى واحنا على الحق ما نعلاش، يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش، زي اللي قبلنا ما قالوا العين على الحاجب ما تعلاش، وإذا كنت بتحب حب بس لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس، وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس، واللي ما ترضاش على روحك ما ترضاش يا اخويا عالناس، كلام حقوله يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس. لما تكرر امتصاص منير للصراعات تولد عندي قناعة ان الحلول جزئية وما هياش حل شامل بيحل المشكلة، فتولد عندي اختيار البقاء لان برضو هو ده افضل الحلول المتاحة او المعروضة. منير اختار، اعتقد ان هو اختار لنفسه حل اخر، مش اكيد، انا واثقة ان هو اختار، و بعتقد انه جزء من اختياره هروب. في الحتة دي يمكن بدين فيها منير برضو، انه ما يعني باعتبر هو اكيد كانت تجربته انضج او ممكن يكون عنده تجارب كانت سابقة ما طرحهاش معايا.
ما كبرناش فيها سوا. حتى في الممارسة العادية يعني في علاقتي بالزوج المحللة كنت بحس ان فيها قيود وان واجب بيؤدى، وكانت دي يمكن اوحش جزئية في العلاقة الزوجية بالنسبة لي. يعني كانت بتتم كشيء لازم بيتم واجب. اخ منير، شو قصة العلاقة التانية؟ يعني انا ما يعني تسميتها بعلاقة في الاول، يعني انا عندي تحفظ عليه، لكن يعني انا بحب فتحي حب شديد، وحصل قلق في علاقتنا احنا الاثنين، و بصدق يعني انا خشيت اني ما اكونش مش بس الرجل المناسب، لا الكفاءة المناسبة، كفاءة الرجل للمرأة المناسبة. يمكن ده السبب الأساسي اللي مش تبرير بس ده صدق فعلا لتجربة يعني كفاءتي كرجل وكإنسان. أنا من واقع تجربتي بحس إن في جهل شديد، والأخطر إنه مطلوب من الراجل إن هو اللي يكون العنصر الإيجابي. هو بيقنع نفسه إن عندما يتعرض للفشل إن مش هو السبب في الفشل يعني. يعني يمكن بيرمي على الطرف الآخر سبب الفشل أو عدم النجاح. ومن هنا يمكن الراجل بيلخبط كتير. ممكن اخ منير تقول لي شو المحصله اللي طلعت فيها من علاقتك الثانيه؟ والله انا زي ما قلت انا يعني كنت بحاول اختبر نفسي، ف عندما اكتشفت اني طبيعي وعادي يعني انا اخلعت. يبدو من كلام منير انه هو مطمئن من طرفه. طيب انت بالمقابل بتقدري تقولي انك امتحنتي انوثتك؟ انا الحقيقة مش عارفة اجاوب على السؤال ده. يعني المتاح بالنسبة لي هو ان انا عشت مع رجل واحد وما زال هو ده اللي انا شايفاه الصح، ان انا طول ما انا مرتبطة بهذا الرجل فانا عايشة مع هذا الرجل، وما اقدرش بقى، ما اكيد ممكن يكون ما عشتش انوثتي لان انا لم ادخل في تجارب اخرى. انا خلاص بعد 16 سنه جواز حسيت بالملل، مش ملل يعني من اي جهه كانت، ملل بقى يعني خلاص. بص لقيتها بقى بيحصل منها حاجات، مثلا كنت بزعل ما بتردش، كنت بعمل حاجه ما بت يعني كل الامور اللي انا بعملها انا قليت ما زدتش، ما بقتش اعجبها. انما لو انا زدت اقول لك انا زدت، قال لي اهو يقول لك انا كنت بقى بخش في البيت بعمل هيجان ومولد وبعمل حاجات يعني مش بقى. الاكل ده لو اخر حلاوه، ولا الاكل ده وحش قلت له خلاص اجيب لها غيره، وهي عارفه ان الاكل حلو وعارفه ان انا بتلكك فبتتفادى. النهارده ما بتتفاداش بتقف، يبقى انا بمل خلاص بزعل. متغيره؟ اه ايه اللي اتغيرت؟ انا ما اتغيرتش، انا بقول لك قال لي. طب زواجك الجديد رح يكون عن حب ولا عن؟ لا مفيش حب برضه، مفيش جواز عن حب. انا هتجوز بس علم، عشان اخلي التانية تعرف ان هي خربت ما عمرها. طب هل انت لما هتتجوزها الراجل التانية الجديدة اللي انت ناوي تتجوزها هتعيشها مع القديمة؟ لا، واحتمال برضه يعني واحتمال القديمة تمشي وتسيب البيت للجديدة.
مندهشة إن كل ميزة أعطاها الله سبحانه وتعالى للمرأة والرجل في إطار الدين الإسلامي كيف تحولت بحيث تبقى إدانة للمرأة. الإسلام بيبيح تعدد الزوجات، أنا كامرأة شايفة إن دي مصلحة ليا مش ضدي. الناس بتنظر للزوجة التي يتزوج زوجها عليها، طب ليه ما ننظرش للمرأة التي هي غير متزوجة ومن حقها أنها تتجوز؟ فهناك متاح أمامها أنها تتزوج من رجل متزوج وتخش في إطار هذا البيت بالعدل والقسطات. بس المرأة المتزوجة ما بتقدر تتزوج أكثر من رجل، لأن تركيبة المرأة استلزم واختلافها الجسماني استلزم هذا الاختلاف، ومش هقول لك التمييز ولا التفضيل، هذا الاختلاف في العلاقة. لكن لو تبص للعلاقة تلاقيها متوازنة، متوازنة زي ما الست محرومة من حاجة مسموحة لها حاجة، زي الراجل محروم من حاجة مسموح له بحاجة، إذن الاثنين متوازنين ولكن حرمانهم مختلف وتميزهم مختلف، إذن هما متعادلين. لكن لأن الست هي وعاء الابن الطفل لا تستطيع أن تتزوج أكثر من رجل، لو سمح لها بالزواج من أكثر من رجل عليها أنها تقدم اعتراض وشكوى، لأن ده انتهاك لكرامتها، انتهاك لكرامتها وإضافة عبء عليها هي لا تستطيع أنها تعمله. لأن دي هنا بقى الطبيعة بتملي إرادة الرجل، هنا هو يستطيع أن يتزوج زوجتين لأن هو محروم من أن يكون وعاء الطفل. محمد، ليه اضطريتي تتزوجي مرة تانية؟ اتجوزت بقول لحضرتك عشان كلام الناس. اتجوزت برضه مفيش فايدة، لا متجوزة نافعة ولا كانت مطلقة نافعة. حي البلد ده بقى يوجع القلب، اهي دخلت اهي خرجت اهي كانت سهرانة بره اهي عوقت بره، قاعدين بس للراحة والجاي طول النهار. ودلوقتي معاها جوزها وشغالة. اهي بتشتغل عليه وهو قاعد جوه. طب انتوا مالكم شغالين؟ مش حد بيقول لكم هات حاجه ولا حد بيطالبكم بحاجه؟ كل يوم تطلع كل يوم تخش، مش عارفه ايه كلام الناس كتير، بس كتير ما بيسيبوش حد في حاله. يعني شغالين كده داخلين على فين؟ ولا كده ولا قاعدين هنا قاعدين ما حلتهمش حاجه، هم قاعدين طول النهار كده. من اشتغلنا مثلا كده هو تعم شغالين معاهم قد كده، حد سيبنا في حالنا. هو الفن فيه كثير من الأنانية يعني، وعشان توصل للنجاح لازم يعني تتنازل عن حاجات كتير قوي في حياتك الشخصية، فأنا لازم أتنازل عن نادية جندي كامرأة وأفكر في نادية جندي الفنانة. لا، لو عايزة نادية جندي الفنانة تنجح وتستمر وتسعد الجماهير وتحافظ على حب الجماهير وتحافظ على هذا المستوى. في الوكالة علينا بالشكل ده. اه حاضر. وروح هات فطار. تحت امرك. يا لهوي.
خيرك. ده انا افديكي بعناية. لا انا في حياتي الخاصة بأمارسها بطريقة تختلف تماما. يعني يمكن هقولك اكتر متدينة، يعني اكتر متطرفة في الدين. ما ادم في صام شخصية مية مية، بس اتعودت على كده. دي بس نقطة مهمة لتوضيح انها حركة عودة المرأة الى التزامها الاسلامي، سواء كان من ناحية الزي او السلوك او المعايير، هذه عودة ارادية. ممكن تلاقي الاب بيعرضها، الام بتعرضها، المجتمع بيعرضها. مسألة العذرية عندي تختلف عن مسألة العذرية عند عديد من البنات. يعني العذرية مش ان البنت ممكن تنام مع الراجل فتفقد عذريتها. يعني لو ده هي نفسها مقتنعة بيه فدي في إدانة ليها من نفسها. أنا أسيرة علاقة واحدة بكل متناقضاتها، يا بحلها يا بنهيها يا بصفيها بكل وضوح. بس هاد ممكن يستمر سنوات ويستمر العمر كله. يا أنا بقبل المتناقضات في حياتي، النهاردة بقبلها بشكل واعي، ما زال طبعا في متناقضات تطرح نفسها وموجودة، وأعتقد أن الجديد عندي أن أنا أصبحت مهيئة لتقبل هذه المتناقضات كأمر واقع، بدون ما يجيلي فزع وبدون ما أحس أنها بتهددني أنا ككيان، لأني أنا حاسة أن أنا النهاردة تخليت عن فكرة القيادة. كل رجالة المصريين بتعاني من الحالة. أنا راجل بشتغل في شركة موظف، يمكن بشوف الراجل اللي بينفع في البلد وماشي مستقر ومستقيم اللي مراته بتمشي، اللي يقبض ويديها وما بيش اي كلام في البيت، ده مستقر في بيته. انما الراجل اللي هو بيحب يدي الاوامر وبيحب يبقى خشن، الست ما بتقبلش الاساس. النهارده في العصر اللي احنا فيه ده الست بتبقى عاوزه تتسيطر على البيت وعلى الراجل. انا برفض شغلك. ليه؟ ما احب امرأة عرض لانظار الاخرين. بس اذا كانت بتحبك وفي تفاهم بينكم المفروض ما يكون في مشكلة. دي مسألة متروكة للزمن، بس اعتقد 99% بان انا مش هخليها اشتغل ان شاء ربنا. انني غيور جدا، شرقي الصفات قديمها. وامتى الجواز؟ ان شاء الله اعتقد بعد العيد الكبير. اتبع واتبع اتبع الخروف واتبع